الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى بريطانيا اليوم للمشاركة في الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ بغلاسكو. خلال كلمته في الاحتفال بيوم المدن العالمي بالأقصر، مدبولي يؤكد أهمية تحفيز استدامة المدن بالتوسع في البناء الأخضر وتعزيز أنماط الحياة الصحية. القائد العام للقوات المسلحة السودانية يقول إن لجنة قانونية ستبت في مصير المسؤولين الذين ألقي القبض عليهم قبل أيام. بانوراما النيل، ساعة إخبارية شاملة، أهلا بكم. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ والتي ستعقد بمدينة غلاسكو. تأتي مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة المناخ تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سيركز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والدول الإفريقية بشكل خاص، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلا عن التأكيد على أهمية التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، علاوة على تأكيد على تطلع مصر لاستضافة الدورة القادمة لقمة تغير المناخ خلال عام 2022. في مدينة غلاسكو باسكتلندا تعقد منظمة الأمم المتحدة اليوم مؤتمرها 26 لقمة المناخ الهادفة إلى مواجهة التغير المناخي. في مدينة واحدة على وجه الأرض يعقد أهم مؤتمر دولي يحسم وجه الحياة على سطح الكوكب بأكمله. في مدينة غلاسكو باسكتلندا تعقد منظمة الأمم المتحدة مؤتمرها 26 لقمة المناخ الهادفة إلى مواجهة التغير المناخي الضار. ويعد المؤتمر الذي يستغرق 12 يوما كشف حساب لما تم تنفيذه من التزامات اتفاقية باريس لمواجهة التغير المناخي التي جرت في عام 2015، حيث ألزمت الاتفاقية الموقعين عليها بإبقاء مستوى درجة حرارة الأرض عند أقل بكثير من درجتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع تفضيل مستوى درجة ونصف الدرجة المئوية. وبمرور 6 سنوات على اتفاقية باريس بات الإخفاق في تنفيذ التزاماتها أمرا واقعيا، مع ارتفاع مستويات الكربون في الغلاف الجوي ما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، ومن ثم تحول مساحات شاسعة من كوكب الأرض إلى خراب بحلول نهاية القرن، وهو ما يمثل عاملا حاسما في صحة الإنسان. ومع انتشار ظواهر الفيضانات وحرائق الغابات في أنحاء متعددة من العالم، يعكف القادة المشاركون في القمة من أغلب أنحاء الأرض إلى وضع حد للتدهور المناخي، بحيث يتم خلال العقد الحالي تخفيض الانبعاثات الغازية الضارة بنسبة 45% مقارنة بمستويات عام 2010. تتعلق أنظار الدول النامية بقمة غلاسكو بعدما حصلت فقط على نحو 80 مليار دولار من إجمالي 100 مليار دولار تعهدت بها الدول الصناعية الغنية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تسببت فيها الانبعاثات الضارة لقطاعها الصناعي في البيئة. كانت قمة المناخ 26 مقررا لها أن تعقد في غلاسكو أيضا في نوفمبر من العام الماضي، لكن القمة تأجلت 12 شهرا بسبب جائحة كورونا. Thank you.
دعا زعماء دول مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراءات هادفة وفعالة لقصر الزيادة في درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية في بيان ختامي اليوم، غير أن البيان لم يتضمن إجراءات ملموسة تذكر ولم يشر تحديدا إلى عام 2050 المستهدف لتحقيق صافي الانبعاثات الكربونية الصفري، الذي يقول العلماء أنه أمر حيوي لدرء تغير كارثي للمناخ. ويشار البيان الختامي إلى أهمية تعزيز الخطط الوطنية الحالية حول كيفية الحد من الانبعاثات، ويتضمن تعهدا بوقف تمويل توليد الطاقة بالفحم في الخارج بحلول نهاية هذا العام. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال حضوره فعاليات يوم المدن العالمي الذي يعقد في محافظة الأقصر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن مصر وضعت ملف التنمية الحضرية في مقدمتها للأجندة الموضوعة لرؤية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030. كما أكد رئيس الوزراء أهمية تحفيز استدامة المدن بالتوسع بالبناء الأخضر والمساحات الخضراء المفتوحة. احتفالا بيوم المدن العالمي، دعا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته من الأقصر إلى تحفيز استدامة ومرونة المدن بالتوسع بالبناء الأخضر والمساحات الخضراء المفتوحة واستثمار الطاقات المتجددة وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية. تضمن تخطيط وتصميم مدننا المبادئ التي تعزز أنماط الحياة الصحية التي تعتمد بشكل أكبر على وسائل النقل غير الآلية مثل المشي وركوب الدراجات والاعتماد على منظومات النقل الجماعي الصديق للبيئة. وأكد مدبولي أن مصر تضع ملف التنمية الحضرية في مقدمة أجندتها التنموية، مشيرا إلى أن الهدف الأول من الأهداف الثمانية الرئيسية لرؤية مصر 2030 هو الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، وذلك لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية الجديدة. وأوضح مدبولي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمثل إلهاما لكل الدول في كيفية التصدي لإشكالية اتساع الفجوة بين المدن والريف بصورة متكاملة. بالنسبة إلى اهتمام الدولة المصرية بالبيئة، فتنص المادة 46 من الدستور المصري لعام 2014 على أن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها هو واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة. وتتضمن رؤية مصر 2030 هدف الاستدامة البيئية سعيا للحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنا وكفاية، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة. وعلى هامش الاحتفال، تفقد رئيس الحكومة يرافقه السيدة ميمونة شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تفقدا المعرض الرسمي ليوم المدن العالمي وعددا من أجنحته الرئيسية الذي يضم الجهات المشاركة والشركاء الحكوميين ومختلف الشركات ومنها أجهزة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأجرى مدبولي حوارا مع العارضين واطلع على بعض المنتجات التراثية من صعيد مصر، معبرا عن تقديره للجهد المبذول لإعداد أجنحة المعرض وأهمية ما تتضمنه من سلع ومعروضات في إطار دعم المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديا. هشام حامد، النيل. أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن أهداف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تجد خير تجسيد لها فيما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية في ملف التنمية الحضرية والعمرانية. وأشار مدبولي خلال لقائه السيدة ميمونة شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على هامش فعاليات اليوم العالمي للمدن، أشار إلى أن
المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة يمثل نموذجا غير مسبوقا من ناحية الحجم ومدة التنفيذ من أجل تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة لنحو 60 مليون مصري. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العالم بحاجة إلى نهج شامل لتخطيط المدن وبنائها وإدارتها وفقا لنظرية التأقلم مع تغير المناخ. وأضاف غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمدن أن البنية التحتية القادرة على الصمود ونظم الإنذار المبكر تمتلك الأدوات المالية للتخفيف من المخاطر، تعد أدوات حاسمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبناء عالم خالي من الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ وعادل اجتماعيا. وأضاف الأمين العام أن هذا الموضوع يأتي في وقت يجب أن تكون فيه المدن قادرة على التكيف من أي وقت مضى بعد جائحة كورونا، لافتا إلى أن هناك أكثر من 1 بليون شخص يعيشون في مستوطنات عشوائية، 70% منهم معرضون بشدة للتأثر بتغير المناخ. هذا ويحتفل العالم اليوم الموافق 31 من أكتوبر الجاري باليوم العالمي للمدن، والذي بدأ الاحتفال به قبل 8 سنوات، ويقام هذا العام في محافظة الأقصر تحت عنوان تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية، وذلك بعد منافسة كبيرة مع العديد من المدن العالمية لاستضافة الحدث الذي يحضره وفود من عدة دول تضم مسؤولين ووزراء ومحافظين من مختلف دول العالم. جاء الاحتفال باليوم العالمي للمدن انطلاقا من رغبة المجتمع الدولي في نشر التنمية الحضرية على مستوى العالم. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ محمد، بعد التحية، إلى أي مدى تعود أهمية الاحتفال باليوم العالمي للمدن ومدى تأثيره في نشر التنمية الحضرية على مستوى العالم بشكل عام؟ بالتأكيد هي مناسبة هامة جدا يتواكب وتزداد أهميتها مع مشروع التطور الحضاري الكبير الذي بدأته مصر عقب ثورة 30 يونيو وتحديدا منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هناك جهود حثيثة تبذل من الدولة لتغيير النمط البناء والعودة للنمط الجمالي والتنسيق الحضاري بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى التوسع في بناء المدن الذكية الجديدة من الجيل الرابع وما بعد ذلك، بالإضافة إلى شبكة الطرق العالمية التي تزيد من قيمة وأهمية هذه المدن، خاصة أنها مقامة وفق المعايير العالمية ووفق المعايير أيضا التي تحافظ على البيئة ووفق نسق حضاري متطور للغاية. أيضا مشروعات النقل العديدة والربط واستغلال التقدم الكبير الذي حققته مصر على مؤشر التنمية العالمية، وخاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والحضارية، ومشروعات تعتمد على التقنيات التي تحافظ على البيئة وتضمن بيئة مستدامة، وهو ما يتماشى مع الخطوط المصرية العريضة للحفاظ. تمام. طيب دكتور عزي، يعني دلالة عقد الاحتفالية باليوم العالمي للمدن في محافظة الأقصر بعد منافسة كبيرة حقيقة مع العديد من المدن العالمية لاستضافة هذا الحدث الهام. بكل تأكيد الأقصر مدينة ترمز للتاريخ والحضارة البشرية، ومصر بذلت الكثير في تطوير العديد من المدن، وعلى رأس هذه المدن مدينة الأقصر التاريخية التي تحظى بمكانة وتقدير عالمي لدى كل محبي التاريخ والتنمية الحضرية. وإقامة المؤتمر واستضافته في هذا المكان إن دل على شيء يدل على التقدم الكبير الذي حققته مصر والاحترام الكبير الذي يحظى به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديرا لدوره في التنميه الاقتصاديه والانجازات التي حدثت مؤخرا ليس فقط على
التنسيق الحضري والحفاظ على البيئة، ولكن أيضا التطور في مد مشروعات الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبذلك تتكامل التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والاستفادة ومنع تآكل منع التدهور البيئي والحفاظ على المناخ. كل هذه الأطر تتضامن تتزافر معا لتستضيفها. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عز الدين بالأهرام، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة، وذلك بتعديل قانون العقوبات يتضمن استبدال نص المادة 80 من قانون العقوبات. وأرجى رئيس المجلس أخذ رأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة. كما وافق المجلس نهائيا وقوفا على مشروع قانون تعديلات القانون رقم 136 لعام 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي البيان العملي بالذخيرة الحية، وذلك في نطاق الجيش الثاني الميداني وفي إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. شارك في تنفيذ البيان عناصر المدفعية الصاروخية ومدفعية رمي غير المباشر والمباشر بالتعاون مع القوات الجوية. نظمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة زيارة ميدانية لوفد دولي من المسؤولين والمتخصصين في مجال الري لمنظومة معالجة مصرف بحر البقر، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لإبراز ما تم إنجازه من مشروعات تنموية عملاقة. وتعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر أكبر محطة معالجة للمياه الصرف الزراعي بالعالم، وتم تسجيلها بموسوعة جانس للأرقام القياسية، حيث تم تنفيذها بهدف معالجة 5.6 مليون في اليوم من مياه الصرف الزراعي للاستفادة من تلك المياه لاستصلاح مساحات هائلة من الأراضي بمناطق شمال ووسط سيناء. احتفلت القوات المسلحة بتخريج 3 دورات تدريبية لعدد 67 وفدا من كوادر الدارسين الوافدين من 18 دولة إفريقية، وذلك بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالمنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية. وألقى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة تناول فيها كافة أنشطة ومجالات التعاون في الإعداد والتأهيل للدارسين الوافدين من الدول الإفريقية، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لإعداد وتأهيل الدارسين الوافدين ونقل وتبادل الخبرات في مختلف التخصصات. قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إن الدستور المصري والقوانين الوطنية للمرأة كفلت حقها في تولي المناصب القيادية والوصول إلى موقع الصنع واتخاذ القرار. جاء ذلك خلال حضورها ممثلة عن مصر في اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في جنيف. وأوضحت مايا مرسي خلال مناقشتها تقرير جمهورية مصر العربية أمام اللجنة أن مصر حصلت على المركز الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخصوص تمثيل المرأة في مجلس الوزراء في عام 2021. نظم نادي الصيادلة فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة، حيث تم استعراض آخر مستجدات القطاع الدوائي والأبحاث والبروتوكولات العلاجية لمواجهة فيروس كورونا، إلى جانب دور الصيدلي مع الطبيب المختص للحد من الجائحة العالمية.
خلال فعاليات اليوم العلمي للصيدلي تم استعراض أحدث المستجدات في مجال المستحضرات الدوائية والكلينيكية والدور المحوري للصيدلي في تطوير القطاع الطبي وما قدمه القطاع الصيدلي من جهود مضنية خلال جائحة كورونا. جمعنا الصيدلة النهاردة وجبنا محاضرين على أعلى مستوى للفكرة العلمية والفكرة الثقافية وفكرة إنشاء ترابط جديد بين الصيدلة وبين المجتمع من خلال وقفتنا في سواء في الشارع أو في المستشفيات عشان نقول فعلا لكل المصريين إحنا الصيدلة في خدمتكم. يمكن موضوع الساعة، فكرة استخدام مضاد الحيوي، فكرة المسكنات، إزاي لو جالك برد تتعامل معه، إزاي المريض لو داخل لك يعني إيه استخدام الكمامة، يعني إيه الإسعافات الأولية، يعني إيه محاولة التباعد الاجتماعي. إحنا يمكن هم الصيادلة عارفين كده، ولكن إحنا برضو دورنا من خلالكم ومن خلال أي مؤسسة إن إحنا نحاول نوصل مع المجتمع في إن إحنا نوصل برضو رسالة طبية سامية. كما تم خلال فعاليات اليوم العلمي للصيدلي تكريم العديد من الصيادلة والكوادر الطبية والتمريضية الذين عملوا جنبا إلى جنب ككوادر الجيش الأبيض في مواجهة الجائحة. بنعمل قطاب علمي هيبدأ من كل المحافظات، بدأ محافظة القاهرة، هنبدأ نروح لكل المحافظات، بنجيب الصيادلة من المستشفيات، بنبدأ ان احنا نعرفهم ايه الجديد اللي حصل، ايه التطورات العلمية اللي حصلت، ايه احدث المستجدات على مستوى العالم، بحيث يكون الصيادلي المصري زي ما احنا تعودنا منه ان هو على علم بكل التطورات العالمية اللي بتحصل. طبعا كبرى شركات الأدوية العالمية بتكون موجودة معانا، بتجيب لنا اخر الابحاث واخر المستجدات الجديدة على مستوى العالم، بحيث يكون الصيادلي المصري على علم باخر المستجدات اللي بتحصل. وفي نفس الوقت بنستغل اليوم دوت وبنكرم الصيادلة اللي كانوا واقفين خط دفاع اول في أزمة الكورونا اللي فاتت في المستشفيات وفي مستشفيات العزل وفي الصيدليات الحكومية، ان احنا لازم نردهم الجميل على اللي عملوه خلال السنتين دولت ونرد جزء من جميلهم اللي عملوه مع الشعب المصري. احنا كان علينا دور التوجيه، ان احنا بنوجه اول حاجة بالنصايح، تاني حاجة بنوجه لو في اي حالة بنلاحظها بنوجه للمستشفيات، بنوجه للأطباء لما بيكتب لهم الروشتات بتاعتهم لازم بننظم لهم علاجهم، بننظم لهم الجرعات بتاعتهم، لو عندهم اي درج انتر اكشن مع امراض تانية امراض مزمنه ولا حاجه كنا بنظبط لهم الموضوع دوت. فاحنا نعتبر الخط الاول اللي احنا كنا بننظم الموضوع ده بالتعاون مع طبعا مع الاطباء ومع برضو التمريض ومع الفريق الطبي كامل. يعد الصيدلي واحد من عناصر الجيش الابيض خط الدفاع الاول لمواجهه جائحه كورونا الذي عمل جنبا الى جنب مع الكوادر الطبيه والتمريضيه، فكان حق التكريم لما بذلوه من جهود مضنيه في انقاذ الاف الارواح من المرض. محمد حلمي، النيل. بحثت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 مع ممثلي دول الجوار الليبي، السودان، تشاد، النيجر في القاهرة برعاية الأمم المتحدة آلية التنسيق المشترك حول خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب المنتمين لدول الجوار الليبي من الأراضي الليبية. جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الثاني للاجتماعات التي استضافتها القاهرة تحت رعاية المبعوث الأممي يان كوبيتش وبما يساهم في دعم الحلول السياسية. ويتزامن اجتماع اللجنة العسكرية الليبية في القاهرة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمقرر إجراؤها في 24 من ديسمبر القادم طبقا لخارطة الطريق الأممية. بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم في ليبيا يان كوبيتش، بحث مجمل تطورات الأوضاع في ليبيا في ضوء المستجدات الأخيرة. واستمع السيد أحمد أبو الغيط خلال اللقاء إلى عرض المبعوث الأممي حول تطورات موضوع تنفيذ خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وكذلك الجهود الجارية لإقرار الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات النيابية والرئاسية في ليبيا. كما تم التباحث حول نتائج مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد مؤخرا في العاصمة الليبية طرابلس ومؤتمر قمة باريس بشأن ليبيا والمقرر عقده في 12 من نوفمبر القادم وتأثير المؤتمرين على العملية السياسية في البلاد. أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن لجنة قانونية ستبت في مصير المسؤولين الذين ألقي القبض عليهم قبل أيام. ونقل تلفزيون السودان عن البرهان قوله إنه لا يعترض على التظاهر السلمي، مشيرا إلى أنه حق مشروع ومكفول. في غضون ذلك نفى مكتب القائد العام للقوات المسلحة السودانية اعتقال الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء بالحكومة التي تم حلها، مؤكدا أنه في منزله.
بحث ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيريتس مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك خيارات الوساطة والخطوات التالية المحتملة. وقال بيريتس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي إنه بحث مع أصحاب الشأن في السودان خيارات الوساطة وسبل المضي قدما، مشيرا إلى أن حمدوك بصحة جيدة لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته. هذا ولم ترد تفاصيل بشأن نتائج جهود الوساطة من جانب المجتمع الدولي داخل السودان. كبدت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهات جنوب مأرب غرب البلاد. استهدفت قوات الجيش مجاميع للميليشيا الحوثية كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع جنوب المحافظة، مما أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم وفرار آخرين. وكثفت مدفعية الجيش من استهدافها للتجمعات والتعزيزات والآليات التابعة للميليشيات في مواقع متفرقة من الجبهة الجنوبية. دعا البطريرك الماروني اللبناني بشار راعي دعا الحكومة اليوم إلى اتخاذ خطوة حاسمة لنزع فتيل تفجير العلاقات اللبنانية الخليجية بعد تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي. ولم يحدد راعي الذي وجه دعوته إلى الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي في عظة اليوم أي خطوات محددة. وقال قرداحي إنه أدلى بتعليقاته بشأن حرب اليمن قبل أن يتولى منصب وزير الإعلام، ويقاوم حتى الآن دعوات تطالب بالاستقالة. أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوبائية اليوم أن مصر نوعت مصادر اللقاحات والحصول عليها منذ وقت مبكر بدعم سياسي ورئاسي وتمويل حكومي لتطعيم أكبر عدد من المواطنين. وقال تاج الدين إن الدولة أنفقت حوالي 400 مليون دولار للحصول على كميات كبيرة من اللقاحات، مشيرا إلى أن آخر مجموعة لقاحات حصلت عليها مصر من كوفاكس المنظمة العالمية لتوفير اللقاحات لبعض الدول، معربا عن شكره لكافة الجهات الداعمة لمصر. وأشار عوض تاج الدين إلى أن مصر بدأت في عقد اتفاقيات مع المؤسسات العالمية لتصنيع اللقاحات في مصر لسد حاجة مصر أولا وإفريقيا والمنطقة بأسرها. أعلنت وزارة الصحة خروج 390 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 277,623 حالة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 948 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ووفاة 57 حالة بالأمس. وبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها في مصر 330,084 حالة إصابة و 18,592 حالة وفاة. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل. احتجاجات في تايلاند تطالب بإصلاح النظام الملكي. والآن مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع زميل محمد عبد الحكم. إليك محمد. شكرا لأمل وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية. أبرز ما فيها: زيادة صادرات السلع الزراعية على أساس سنوي خلال يوليو الماضي بأكثر من 5 ملايين دولار.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة صادرات السلع الزراعية على أساس سنوي خلال يوليو الماضي بأكثر من 5 ملايين دولار، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 118 مليون و148 ألف دولار. وأوضح الإحصاء أن القائمة شهدت ارتفاع صادرات بعض السلع خلال شهر يوليو مثل البصل الطازج بقيمة وصلت إلى 5 ملايين و405 ألف دولار. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء حول استيراد مصر لشحنات فاسدة من فاكهة الموز، وأكدت وزارة الزراعة أن جميع المحاصيل الزراعية والشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة في الأسواق بما فيها فاكهة الموز آمنة وسليمة تماما ومطابقة للمواصفات القياسية. أصدر وزير المالية محمد معيط قرارا بتشكيل لجنة للبدء في إنشاء منظومة إلكترونية بكل الموانئ الجوية والبحرية والبرية، وجاء هذا القرار لتيسير إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب عند مغادرتهم للمطارات والموانئ المصرية تشجيعا لسياحة التسوق بما يسهم في تحويل المنتجات السياحية إلى مراكز تسوق عالمية. وضع وزير البترول طارق الملا حجر الأساس لمشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول بتكلفة استثمارية تصل إلى مليار و770 مليون دولار. وأوضح الملا أن المشروع يهدف إلى تعظيم الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية القيمة وبمواصفات عالمية وخاصة البوتاجاز والسولار. انطلقت بالقاهرة فعالية المؤتمر الدولي 11 لاتحاد رواد الأعمال العرب، وكرم الاتحاد عددا من الشخصيات العربية التي ساهمت بشكل مباشر في دعم وتطوير ريادة الأعمال والاستثمار في الوطن العربي. النمط الاقتصادي الدولي، تحت هذا العنوان انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لاتحاد رواد الأعمال العرب في مصر في نسخته 11 بمشاركة كوكبة من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والمسؤولين. تقام هذه الاحتفالية الكبرى في المرة 11 على أرض جمهورية مصر العربية، هذه الأرض التي جمعت جميع العرب وأحتوتهم وجمعت الكثير في تعددية فكرية وثقافية تستمر إن شاء الله إلى أبد الأبدين. من أبرز الحاجات اللي احنا نادينا بيها النهاردة في الملتقى ضرورة نشر الوعي والتوعية نتيجة نقول المحاولات المستميتة اللي بتحاول يتعرض لها المجتمع أو الدولة المصرية في الوقت الحالي. فالنهاردة احنا نادينا بأنه الرواد سواء بقى أساتذة الجامعة، أنا أعتبر برضو أساتذة الجامعة من الرواد، أو الأساتذة الأكاديميين أو الوزراء الحاضرين، لابد أن يكون لهم دور في توعية الشباب المصري المستهدف في المرحلة الحالية. وعلى هامش المؤتمر تم تكريم عدد من الرموز العربية والمصرية البارزة ممن ساهموا بأعمال متنوعة تسهم في مجال ريادة الأعمال والاستثمار. هم اختاروني من ضمن رموز قادة التنمية، فأنا بشكرهم على الاختيار ده، والحمد لله ربنا أكرمني بإصدار كتابي الجديد عن التنظيم القانوني لعقود خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا. مشروع عبارة عن مغاسل عربيات متنقلة بالبخار، الفكرة هي اقتصادية، المياه العربية كلها بتتغسل بخمسة لتر مياه، موفرة للطاقة، ما بتستخدمش أي مواد كيميائية وبترولية في موضوع الغسيل، حاجة حضارية. هذا ويحرص الاتحاد خلال تلك الفعاليات على طرح عدة برامج تدريبية متخصصة للشباب ضمن المسؤولية الاجتماعية لاتحاد رواد الأعمال العرب، والتي تجوب محافظات مصر في ضوء أهمية تطوير وتدريب الشباب والكوادر الوظيفية وتأهيلها لسوق العمل. بمشاركة قامات ريادية من مختلف الدول العربية انطلقت فعاليات ملتقى رواد الأعمال العرب في نسخته 11 بالقاهرة بهدف مساعدة المجتمع العربي على التحدث بلغة ريادة الأعمال والاستثمار وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد العربية. من مقر انطلاق الملتقى أمل صبري، النيل.
نهاية الوقفة الاقتصادية، نعود من جديد إلى زميلتي أمل نعمان. إليك أمل. أشكرك محمد. نظمت مجموعة احتجاجية تايلاندية مسيرة وسط بانكوك بهدف دفع أجندتها الخاصة بإصلاح النظام الملكي. كان من المتوقع أن يحضر العديد من الشخصيات البارزة في حملة ريدس دون، بالرغم من أن 4 من كبار قادة الحركة رهن الاحتجاز بتهم التشهير الملكية. وجهت إليهم تهمة إثارة الفتنة والتشهير بالنظام الملكي بسبب أنشطتهم الاحتجاجية. وشنت حركة ريدس دون العام الماضي حملة تطالب باستقالة رئيس الوزراء برايت تشان أوتشا وحكومته، كما طالبت بتغييرات في الدستور وإصلاحات في النظام الملكي لجعله أكثر عرضة للمساءلة. يأمل رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا في الاحتفاظ بمنصبه بعد الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم، ويرجح أن يفوز فيها حزبه. ودعي نحو 106 ملايين ياباني لاختيار 465 نائبا من أصل 1051 مرشحا. كان الوباء والاقتصاد الموضوعين اللذين هيمنا على حملة انتخابية قصيرة استمرت 17 يوما. وتعد الانتخابات اختبارا لرئيس الوزراء كيشيدا الذي دعا إليها بعد فترة وجيزة من توليه منصب رئيس الوزراء هذا الشهر، وكذلك لحزبه الديمقراطية. نشرتنا متواصلة معكم، ونتابع فيها بعد الفاصل. فيضانات عارمة تغمر شمال غرب بنغلاديش بالمياه وتدفع آلاف القرويين للنزوح. ارتفع منسوب المياه في بحر شمال غرب بنغلاديش، ما دفع القرويون إلى النزوح بعدما اخترقت مياه الفيضانات المدمرة السدود الطينية وجرفت المنازل والمحاصيل وغمرت المياه العديد من المساجد. ارتفاع منسوب البحر والفيضانات جاء على خلفية إعصار ياس الذي ضرب المنطقة في وقت سابق من هذا العام، ما أسفر عن موجات مرتفعة من مد وجزر متكررة. وفي ختام الجولة الإخبارية إلى حضراتكم بيان بدرجة الحرارة في العواصم العالمية. وختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ بغلاسكو. خلال كلمته في الاحتفال بيوم المدن العالمي بالأقصر، مدبول يؤكد أهمية تحفيز استدامة المدن بالتوسع في البناء الأخضر وتعزيز أنماط الحياة الصحية.
القائد العام للقوات المسلحة السودانية يقول إن لجنة قانونية ستبت في مصير المسؤولين الذين ألقي القبض عليهم قبل أيام. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة والتي أتيناكم بها من قناة النيل الأخبار من قلب القاهرة، ومنها لكم كل التحية.